تكريم الشهداء واجب علينا وواجب وطني، وبالإضافة إلى أنه تكريم الشهداء هو تكريم لكل إنسان يقدر معنى الشهادة، فالشهادة لها معاني قدسية، لها معاني جميلة جدا. الشهيد هو من ندر نفسه ليبقى الوطن، وبالتالي أهل الشهداء علينا من واجبنا نكون نحن على نوثق انه نحن على درب ابنائهم اللي كانوا هنن مناره لهالوطن ومناره للاجيال ومناره لمستقبل سوريا، لستبقى سوريا صامده امنه منتصره بفضل دماء شهداء وبسبب السير على دربهم من قبل ما رسموه هؤلاء الشهداء لنا. عم نكرم عدد من ذوي الشهداء في محافظة دمشق بتوزيع وسام الشرف وسام الإخلاص لذويهم لعدد كبير، وطبعا التكريم هذا من شان يكون بيليق بالشهيد، بيليق بوسام الشرف اللي نحن عم نوزعه لكل شهيد. وبقول لهم كل عام وانتم بخير، وبشكرهم لحضورهم لأهل الشهداء لحضورهم معنا. والدة الشهيد زياد محمد نزيل عبد المحصي، الله يرحم الشهداء. دعونا انه في تكريم لاسر الشهداء، والله يرحم الشهداء وكل عام وانتم بخير. شرف لنا يعني وسام على صدرنا، شهادتهم شهدائنا الابرار وسام على صدورنا. والدة الشهيد معاذ الصالح مو لازم اول، الله يرحمه ويجعل مأواه الجنة. الله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. الله يرحمه، هذا وسام بعتز فيه انا واولادي.